الباف بيستري هشرح لكم بيتعمل ازاي. احنا معانا باف بيستري اللي هو وصفه تارت الباف بيستري. معانا الباف بيستري بتباع مربعات عامله كده. اهم حاجه ان احنا نشتغل بيه دايما يبقى مسخنش، عشان لو سخن معانا بيغلبنا جدا في الشغل. ببتدي ان انا احط دقيق لازم وافرد، ببتدي ان انا افرده رفيع تمام، وببتدي اجيب صينيه للي قلقان وحاسس ان ممكن يلزق معانا، نحاول ان احنا برضو ندهنها ونعملها بشوية دقيق عشان تفك معانا على طول خلاص. بس نخلي ما بين كل واحدة وواحدة مساحة علشان ايه يعني ما يلزقوش في بعض، وهنخرمه بالشوكة وندخله الفرن. هوريكم شكله عامل ازاي. معانا ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيكي. ازيك عامله ايه يا حبيبتي؟ اهلا بيكي. اتفضلي. ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا اتفضلي. طيب عايزه منك طريقه كيكه الشوفان بس تكون سهله وخفيفه. كيكه الشوفان. طيب حاضر. شكرا لك. شكرا يا حبيبتي. طيب دعاء لو تجيبي لي بس وصفه كيكه الشوفان علشان ايه ننزلها على الشاشه. بصوا انا خرمتها، بنعمل كده بقى هنا وهنا بحيث انه يبقى بعيد عن بعض ما يبقوش لازقين في بعض. بدخلها بعد كده الفرن على 180 درجه، مش على عالي قوي، على 180 درجه تمام. هوريكم بقى فرق ما بين نوعين. في نوع بيبقى اللي هو الاسمر، بيتباع اسمر بيبقى شكله كده، وفي نوع بيتباع بيبقى فاتح بينفخ اكتر شويه، فحسب النوع اللي انتوا عايزينه، عايزين الاسمر ولا عايزين الفاتح تمام. الفاتح دايما بينفخ معانا اكتر شويه عن الاسمر. طيب نبتدي بقى ان احنا نزين بس، او ان احنا نبتدي نجهز للتقديم. اول حاجة انا عايزة اقدمها هي ديت، ممكن اقدمها على الخشبة نحط على الخشبة المدورة بالظبط. لحظة تمام، دي حلوة كده، نحط عليها الغامق احسن عشان يبان معانا. معانا اسراء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا سيدي؟ اهلا إيه؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا بيكي. ميرسي على الحاجات الجميله اللي انت بتعملها لنا، بتشرفينا دايما حبيبتي. تسلمي لي يا رب. شكرا. معلش يا سيدي، كنت عايزه اسالك سؤال في نظام الجيم بتاع الثلاث صحي. ايوه. إيه هو ينفع انا باكل مثلا يوم سمك واليوم الثالث بيبقى فراخ؟ انت قلت لي ان هو ينفع تجيب الفراخ المسلوقه، بس انا بزهق منها يعني. انا ممكن اشوح صدور الفراخ في المقلايه كده من غير زيت خالص، بس تشكل حياتها واحط عليها بهارات تمام. ممكن ينفع؟ ممكن، لما تحطيهاش بس يعني بكتير ونقطه زيت بس تمسحيها عليها. ايوه نقطه زيت، ويعني عارفه يعني ربع كوبايه ميه كده اللي هي تشرب ميتها تستوى معايا وخلاص. بالظبط كده. مفيش مشكله. بس عايزه الرجيم يجيب معاكي نتيجه احسن. لو عايزه الرجيم يجيب معاكي نتيجه احسن يبقى ايه تعملي ايه؟ يبقى تعمليه بالسمك. ما هو ممكن، بس انا عشان ماليش في السمك قوي فبزهق من السمك قوي. انا فاهمه، بس هو عشان كده 3 ايام بس ومش اكتر من كده يعني، هو يدوبك 3 ايام. تمام يا حبيبتي، شكرا على المكالمه. طيب هنحشي بقى حشوات. عندنا فواكه كتير وانواع، اللي انتوا عايزينه بقى احشوا بيه، كل نوع زي ما انتوا حابين. في حاجات كتير ممكن ان احنا نحشي بيها، نحط مثلا هنا خوخ، نحط في انواع حشوات كتير ممكن بالفاكهه الطبيعيه، او في حاجه عماله تصفر مش عايز بطل تصفير. في حاجة ماشية عمالة تصفر بس اللي هو بتيالي البيلت ان. ايوه صح تمام.
هنحط بقى كده كل واحدة بحشوة مختلفة. لا ده انا هتعذب كده، هي مش واقفة. طب اشوف اللي هي التانية، التانيين واقفين معايا ولا لا اكتر؟ تهيأ لي دول واقفين احسن شوية. نحطهم على دي. نشوف كده، نحط دول كده هنا واقفين احسن شوية معايا. دول ثابتين احسن. تمام خلاص، احنا ده زي ما احنا شايفين كده هنقعد نحشيهم بالطريقة اللي انا وريتها لكم دي. هنقعد نحشي بقى كل واحدة بنكهة، كل واحدة بطريقة، كل واحدة بطعم، بحيث انها تتقدم كلها الوان حلوة جدا معانا. شايفين دي كده واقفة احسن معايا الحمد لله، سهلة في الشغل. نبتدي بقى نحط من هنا برضو معانا بقى هنا كمان بالكيوي، في حشوات رهيبة شايفين بالكيوي دي خضرة، ومعانا بالليمون، معانا تليفون سيسيريا، ليمون كريم. باي باي. حد قرر انه يقول باي باي على طول. اوكي حبيبة قلبي، شكرا شكرا على المكالمة، ميرسي جدا. بس شايفين الوانها حلو الحمد لله قوي. نحط بقى ديت من اللي بالفراولة، لونها احمر اكتر شوية، وممكن برضو بالفاكهة الصحيحة. يعني هنا مثلا احط شوية كيوي بس عليها، مش عايزة اغطي، بس ممكن تحطوا مثلا بس فاكهة، يعني حسب ما تحبوا برضو تتقدم بس بالفاكهة. هنا شريحة هي فراولة، لا اديني بس شوية صغننين. ومعانا ممكن برضو بالبيستري، يعني بالكريمة الحلواني، يعني نملاها بكريمة الحلواني تبقى برضو تمام. نعمل واحدة برضو بكريمة الحلواني. نعم ليش؟ تمام. عندنا ما حشناش بيه، في حاجة ناقصة. انا ممكن واحدة اعملها بالكريز، بالكريز كمان هتبقى احلى. هنا حلوة الكريز، بحب الكريز جدا. تمام حلو قوي كده، دي كده جاهزة خلاص وخلصت معانا. هنعمل